السلام عليكم مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم عبر لقاء جديد من ظلال الاصيل. اهلا بكم في كل ربوع بلادي الحبيبه، وكل عام وانتم بخير. ونحن نستشف ذكرى الاستقلال وايضا ذكرى الثوره المجيده. مشاهدينا في كل مكان دمتم في سلام وامان. اذا مع تراثنا الجميل وكلماته الرائعه خال فاطمه هي البدايه، فلنبدا اداء عمر جعفر. يسلم لي خال فاطمة له بلالنا قلبي درج العاطفة. يسلم لي خال فاطمة له بلالنا قلبي درج العاطفة. يسلم لي خال فاطمة له بلالنا قلبي درج العاطفة. حبس الفجر خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العاطفة. فكريك في اللجج صدر حبس الفجر خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العاطفة. هيا عشمك حفل الوجاج انا اخويا مظلام الحجج خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العطلة. اسلم لي خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العطلة. فكريك في اللي جاي سدر حبس الفجج خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العاطفة. فكريت في اللجج سدر حبس الفجج خال فاطمة بلالي قلبي درج العاطفة. هي عشمك حبل الوجاج انا اخويا مظلام الحجج خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العاطفة. اسلم لي خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العاطفة. يا قريب الردوع عشقك مر اسبوع قال فاطمة بلالي يا قريب الردوع عشقك مر اسبوع قال فاطمة له بلالي فوق بيته بزيد الجوع يا قشاش الدموع قال فاطمة له بلالي قلبي درج العاطفة. اسلم لي خال فاطمة لهم بلالي قلبي درج العاطفة. يا قريب الردوع عشقك مر اسبوع قال فاطمة بلالي يا خريف الردوع عشقك مر اسبوع قال فاطمة بلالي فوق بيته بسن الجوع يا قشاش الدموع قال فاطمة بلالي قلبي درج العاطفة. اسلم لي خال فاطمة
خاطر عليه وبالليالي من الرجال عطار يسلم لي خاطر عليه وبالليالي من الرجال عطار يسلم لي يسلم لي له وبالليالي من الرجال عطار يسلم لي خاطر عليه وبالليالي اسلم لي خلف اطلالي وبالليالينا قلبي درج العام. سلام ما اجمل تراثنا السوداني خال فاطمه ويسلم كل خال فاطمه تحيه لكل خيلان فاطمه في السودان الحبيب. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا في ظلال الاصيل. ضيفي اليوم يتحدث بالريشه والقلم وهو تشكيلي وفنان معروف الأستاذ محمد خميس. مرحب بك حبابك ألف أهلا بك في ظلال الأصيل. مرحب بكم وعليكم السلام. شكرا لقناة الشروق وإن شاء الله نقدم إفادات مفيدة عن التشكيل ومعرض شوارد. حبابك أستاذ محمد يمكن دائما بدايات الحديث بتتحدث عن البدايات. كيف اكتشف محمد نفسه أنه هو مصمم وتشكيلي؟ والله طبعا كالعادة البدايات دائما في الفنون يعني هي طبعا بتظهر في وقت مبكر جدا وفي بعض الناس بيكتشفوها وفي ناس ما بيكتشفوها يعني وبتروح عليهم. انا ظهرت عندي الموهبة في المراحل الاولى مراحل الدراسة الاولى يعني وظهرت في الخط العربي فكنت انا في المرحلة الابتدائية يعني رغم انه اداب الزول بيكون يتعلم الكتابه كنت بكتب بخط جميل جدا جدا ويعني اثرت انتباه الاساتذه اللي كانوا بيدرسوني فكنت مميز جدا في حتى كراساتي وشكلها مختلف من باقي الطلاب. بعد ذاك استمرت الحكايه دي لما وصلت مراحل المتقدمه شويه في الدراسه بقى الخط عندي بقواعد يعني بكتب الخط العربي ده بالقواعد المعروفه وبالموهبه زي يعني ما اخذته من اي مصدر. ثم في مرحله ثانيه ظهرت الموهبه بتاعت الرسم. لما ظهرت المرحله بتاعت الرسم انا كنت في المرحله الثانويه وحتى عملت معرض وانا في المرحله الثانويه الوقت ذاك يعني. بعد ذاك طبعا جات مرحله الجامعه والكليه ودي طيب فتره الجامعه هي بالتاكيد يعني فتره سبر الأغوار زي ما بقوله. بالتأكيد يعني فترة الالتحاق بكلية الفنون الجميلة والتشكيلية يعني هي اللي بدأت تفتح الطريق لمحمد أكثر في مجال التصميم أو التشكيل بصفة عامة. أكيد طبعا هي المرحلة مختلفة خالص من المرحلة الأولى بتاعت اللي هو إحنا لما جينا كلية الفنون فلقينا الوضع مختلف خالص يعني كل اللي كنا بنعمله ما قبل مرحله الدراسه خليناه يعني. وبالنسبه لنا كانت مرحله انتقال مهمه جدا ومحطه مهمه جدا جدا في حياتنا وفي الفنون بالذات يعني. انا يمكن طبعا في كليه الفنون السنه الاولى دراسه عامه بعد ذاك في السنه الثانيه زول بيتخصص يعني رغم انه انا كنت ميال جدا الرسم والتلوين لكن رغبت التخصص في التصميم الإيضاحي ونجحت كويس تفوقت في التصميم الإيضاحي. طبعا الزول اللي بيكون ماهر في الرسم والتلوين بيكون عنده القدرة على انه ممكن ينجح في اي قسم ثاني فتخصصت في الرسم في التصميم عفوا التصميم الإيضاحي الجرافيك ديزاين. ولكن بعد ذاك بعد ما تخرجت طبعا يعني اتجهت للرسم والتلوين خليت ما اشتغلت بالتصميم الا في حالات نادره جدا فبقيت مهتم جدا بالرسم والتلوين واصبحت حياتنا خلاص يعني زول اصبح ملون في المقام الاول وبعد ذاك ممكن نقول مصمم. نعم طيب ممكن ندي المشاهد فكره عن التصميم الايضاحي هو بيكون شكله كيف او التعامل معه كيف بصفه عامه؟ التصميم الايضاحي طبعا هو التصميم الاعلاني كل الاعلانات بمختلف انواعها سواء كان مرئية فقط أو مرئية ومسموعة بيعملوها المتخصصين في المجال ده طبعا. ولو ضربنا مثلا أمثلة يعني مثلا زي تصميم الشعارات أغلفة الكتب المجلات الصحف اليومية
حتى الجرافيك بتاع التلفزيون كل الوسائل دي اللي هي ضمن تخصص التصميم الإضاحي في كلية الفنون. نعم. طيب أستاذ محمد، يمكن يعني التصميم الإضاحي ذاته عايز له إنسان يكون عنده ملكة كبيرة جدا في التخيل. يمكن تحدثت أنت تحديدا الآن عن تصميم الشعارات، أفتكر الفكرة دائما بتكون من الاسم غالبا. أيوة. فأنا عايزك تشرح لي أنت بتفكر فيها كيف، مثلا لما تجي تصمم شعار لجهة معينة. والله هو شوفي، هو ما سهل، يعني تصميم الإضاحي قسم ما سهل. هاي الزول عنده قدرة خيالية واسعة جدا، مع الموهبة بتاعت تغنية الإنتاج نفسه، تغنية إنتاج الشعار نفسه، عايزة مهارة عالية جدا. عشان كده أنا قبل الحصة قلت لك الزول اللي بيكون عنده قدرة على الرسم والتلوين بيكون عنده قدرة ينجح، عنده ممكن قدرة على أنه ينجح في أي مجال ثاني أو أي تخصص ثاني في الفنون. عشان كده التصميم الإضاحي أي زول عنده قدرة على الرسم والتلوين بيكون ناجح جدا، لأنه في المقام الأول صحيح عايز قدرة عالية على الابتكار والإبداع، بعد ذاك تقنية إنتاج الشكل ذاته مهمة جدا. طبعا الشعار هو فكرة وشكل مهم جدا، يعني لازم يكون في فكرة وبعد ذاك شكل. الفكرة يعني بيلعب فيها دور كبير جدا انه الفنان المتميز. نعم. رغم انه تصميم الشعار نفسه لو ضربنا به مثل، يعني ما حاجه صعبه بالنسبه للمصمم اذا كان ممتاز، ما حاجه صعبه. ودائما الشعارات مثلا العالميه بتلقى في شكلها بسيط جدا، والفكره البسيطه بتجي بسهوله ما صعبه. وكلما المصمم أعمل تفكيره أكثر، كلما خلق شعار معقد، والشعار المعقد غير مقبول. عشان كده الإبداع والابتكار في حدود مقبولة بتطلع مصمم ناجح. طيب أستاذ محمد، يعني أكيد من خلال يعني عملك في التصميم الإضاحي تحديدا واجهتك مواقف مع مثلا أصحاب الشركات أو المؤسسات، هل هنالك مطالب انه التصميم يكون شويه معقد، وهل بتتعبوا دائما في ايصال الفكره لصاحب الفكره انه البساطه هي المهمه؟ والله شفتي هذه يعني حقيقه، يعني ومشكله كبيره جدا يعني، وانا واجهتني يعني في البدايه. انا طبعا بعد ما تخرج من كليه الفنون طوالي اشتغلت مصمم لفتره تقريبا ما يقارب الاربع شهور، اشتغلت في شركه مصمم. والسبب الأساسي اللي خلاني أخلي الحكاية دي التدخل في التصميم. يعني الواحد بيكون قاعد يصمم بتلقى صاحب التصميم بيجر كرسيه بيقعد جنبك ويفرض عليك إنه أيوة لازم تعمل لي كذا وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا، بتبقى أنت في الحالة دي ما مصمم، تبقى منفذ. وبتنفذ حاجة وبتتحاسب عليك، وما فيها جوانب علمية في التصميم. فشفت ده عندنا ثقافة في السودان يعني عجيبة جدا. فعلا كلامك صح، يعني أصحاب كل زول عنده تصميم عايز يعمله بتلقي عايز يفرض الحاجة في ذهنه على المصمم، فبتواجه المصممين حتى الآن في ناس صبر عليه. لكن أنا حقيقة السبب الأساسي خلاني أخلي التصميم نهائي أو العمل في مجال التصميم هو يمكن لأنك تتعاملت معاه برؤية الفنان أكثر. أيوة صعب جدا أنت كمصمم متخصص تقبل أرى الزبون دائما على حق. وما عنده علاقة بالتخصص. طيب أستاذ محمد، يمكن لديك عدد من المعارض شاركت فيها الخاصة بك أنت، حدثنا عن مشاركاتك. والله أنا يمكن قلت لك عملت معرض قبل ما أخش كلية الفنون، طبعا ده كمان ما قاعد أحسبه وما قاعد أقول للناس في مرحلة، لأنه بالعكس ده المعرض حيكون هاي. لكن بعد تخرجت طوالي لحبي للتلوين عملتها أول معرض بعد التخرج طوالي في وقت مبكر جدا، يعني الزمن ده كان في المجلس القومي للصحافة والفنون. ثم بعد ذاك عملت معرضين خاصات في مركز راشد دياب في جريف شريك. وطبعا عملت المعارض دي بتقنيات مختلفة، ثلاثة معارض دي أو الأربعة كلها عملت بتقنيات مختلفة، أساليب مختلفة، بأفكار برضو مختلفة. بعد ذلك شاركتها في كثير من المعارض، يعني برا السودان شاركنا عملنا عدد من المعارض جماعية وثنائية كثيرة مختلفة، برضو داخل السودان في الخرطوم وفي الولايات برضو شاركنا في معارض كثيرة جدا يعني الحمد لله. طيب ده على الصعيد الداخلي هنا، لكن بالنسبة للمشاركات خارجيا سواء كان مشاركتك أنت كفنان أو المشاركات السودانية بصفة عامة، يعني كيف تراها؟ والله شوفي، هو يمكن الفنانين
التشكيلين بالذات في الخارج ناجحين جدا يعني، وهم اللي وصلوا الثقافة والحضارة والتراث السوداني للعالم الخارجي. يمكن في الثقافة العامة نحن كلنا عارفين انه اول من خرجوا واستقروا برا السودان زي الناس ابراهيم الصلح اللي لحد الان موجود في 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 لندن، وكثير من الفنانين المميزين الرواة يعني خرجوا برا السودان في وقت مبكر جدا جدا ونشروا الثقافة الفنية والتراث عبر التشكيل. فمشاركات الفنان ومستمرة يعني، مشاركات الفنانين التشكيليين مستمرة خاصة في الخارج، وفي الخارج يمكن بيجدوا تقدير وترحيب أكبر وتميز أكثر من الداخل يعني، بحكم إنه العالم الخارجي بيهتم يعني تقدم علينا في الحاجة دي اهتمامه بالفنون ثقافة الثقافة الفنية وكذا. فمشاركات ناجحة جدا يعني، حتى أنا سافرنا كمجموعة وكانت سفرة ناجحة جدا، سفرة فنية ناجحة جدا يعني موفقة. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني بتفتكر ليه التشكيلي السوداني بيكون ناجح برا أكثر؟ يعني هل الأجواء هي اللي بتساعد أم التشجيع أكثر؟ مش الأجواء، لكن نحن يمكن كسودانيين خليني أقول رغم أنه أجواء العمل يعني ما أجواء العمل يعني الثقافة العامة التشكيلية عندنا في السودان ضعيفة جدا. في السودان ما دي حاجة معروفة للناس، في السودان والعالم الثالث كله يعني من بدري من وقت مبكر يعني الفن التشكيلي ده ظهر، الحديث اللي بيسموه الحديث العالمي ده ظهر في أوروبا، حتى بعد ذاك انتشر بعد عصر النهضة، بعد ذاك انتشر لباقي العالم. نحن بصراحة رغم أنه عندنا حضارة قديمة جدا جدا فنية، لكن في حاجات كثيرة جات كده دخلت في النص عملت جاب ما بين المتلقي السوداني ده والفن التشكيلي البصري ده بالذات، فبقت فيه مشكلة كبيرة جدا جدا. فالفنان السوداني في الداخل ما بينجح لأنه ما بتجد حتى من يشجعك، تشجيع ما بتجد يعني. إحنا في وقت من الأوقات بنعمل بفتح المعارض التشكيلية دي ما بكون في ناس، الحضور بيكون ضعيف جدا جدا لأنه زي ما قلت الصوالين والملتقيات أو المنتديات التشكيلية الموجودة الآن كراشد دياب يعني ألا تساهم أكثر في تفعيل أدوار الفنانين السودانيين؟ والله هو إذا أخذنا نموذج يعني في الفترة الأخيرة صحيح يعني الآن يعني في الوقت الراهن شايف ظهرت كثير من المراكز والجاليريات كثيرة جدا، وحتى المعارض في الفترة الأخيرة دي كثيرة جدا يعني، أكاد يمكن في يوم واحد تسمع بافتتاح معارضين ثلاثة للتشكيليين. الحاجة دي قبل فترة بسيطة يمكن قبل الثورة ما كانت موجودة بالصورة دي. وكان إذا أخذنا مركز راشد دياب كنموذج يعني، هو طبعا راشد دياب أسس المركز في وقت مبكر شوية، كان ذاته في ظرف صعب جدا جدا، الظرف لسه حكيت لك ده يعني ما كان في جاليريات، الناس كان بتواجههم مشاكل في أنه يعرضوا أعمالهم وين، وقدم خدمة كبيرة جدا المركز ده مركز راشد دياب يعني، قدم خدمة كبيرة جدا للتشكيليين، فتح صالته لكل تشكيلي، أي تشكيلة عايز يعرض بيعرض فيها، وأي أي معرض بتقام في ختامه بتقوم جلسة بتعمل جلسة فيها حوارات في الفنون والتشكيلة وهم التشكيل، فقدم خدمة كبيرة جدا. حتى الحكاية دي انعكست يعني، أنا لاحظت كده إنه الحكاية دي انعكست حتى على التذوق يعني. نحن في الفترات الأولى كنا بنواجه مشكلة في إنه نلقى الناس زي ما قلت لك جميلة بيشاهدوا المعارض بيستمتعوا بها ويستوعبوها، لكن في الفترة الأخيرة الآن بقى في ناس كتار محبين عديل يعني، تلقيهم متابعين للمعارض وبيجوا يشاهدوا ويشاركوا. نعم. طيب أستاذ محمد، كما علمت أنك حصلت على شهادة تقديرية من وزارة الشباب المصرية وجامعة الدول العربية، حدثنا عنها. أيوة، إذا كانت في مشاركة ومشينا وفدي من السودان، وفدي من مجموعة من الفنانين في مجالات مختلفة، التشكيل والغناء والشعر وكذا يعني، وكان بروتوكول هو بين وزارة الثقافة في السودان ومصر، وعملنا عدد من المعارض هناك ولفينا في عدد من المدن، وتقديرا للجهد دي ومنحتنا وزارة الثقافة شهادة موحدة من وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية لأنهم هم اللي كانوا مشرفين على البرنامج دي. طيب أستاذ محمد، يعني أنا كما علمت أنك تدرس في المراحل الثانوية لمادة الفنون، يعني التدريس تدريس الفنون في المدارس السودانية يعني كيف تراها الآن، وهل نحن بحاجة أكثر لأن نرتقي أكثر في مجال الفنون في المدارس أو بالنسبة للتجهيزات في مجال الفنون يعني في المدارس السودانية، هل نحن بحاجة لذلك؟
أكيد بحاجة أكثر، وبحاجة أكثر للاهتمام بالفنون عموما في المراحل الدراسية الأولية كلها مش الثانوي بس يعني، وتعيين معلمين مهم جدا للفنون. يعني المستوى الاهتمام هسه ما مرضي، خاصة من وزارة التربية والتعليم ما مرضي بالنسبة للفنون. فيه إهمال، ممكن نقول فيه إهمال شديد جدا. يعني الليلة لو ادينا نسبة تقديرية أساتذة الفنون في الولاية مثلا وزارة الفنون كنموذج، يعني 50% بس بالنسبة لعدد المدارس، يعني كل أستاذ قصاده مدرستين. فيلا مشكلة كبيرة جدا جدا، رغم إنه الفنون، خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن أهمية الفنون ودورها في الحياة وبالنسبة للطالب وكذا، يعني الفنون ذاتها بتعتبر مادة الآن تعتبر مادة أساسية بتدخل لك الجامعة. الطالب الآن بيمتحن 7 مواد، المواد الفرعية بيختار ما بين الفنون والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي، عدد كبير جدا من الطلاب بيشيلوها، ما بيلقوا أستاذ يدرسهم. يعني أسف الثانوي الآن ما بيلقوا طلاب يدرسهم الفنون، فبيضطروا يعني يستأجروا أستاذ خاص يشتغل لهم وكذا. فمستوى الاهتمام ضعيف جدا، ومحتاجين لأنه يكون فيه اهتمام أكبر، تعيين أساتذة زيادة مهم جدا. نعم. طيب بالنسبة للطالب، يعني لابد أن تكون أو أن تكون لديه الموهبة الفنية حتى يرتقي في مجال الكليات. يعني هنالك مثلا طلاب يتم قبولهم للجامعات السودانية عن طريق مثلا كلية التربية الفنية أو أي كلية يعني خاصة بالفنون، يعني لا يكون لديهم الموهبة الخاصة بالفن، فهل سينجح في مسيرته العملية في هذا الجانب تحديدا؟ يعني لا، الطالب طبعا هسي امتحان الفنون بيختلف شوية، خلينا نقول مخفف شوية، يعني ما زي إحنا امتحنا بالمغرر القديم كان صعب جدا، كان صعب جدا طالب شايف الفنون ينجح إلا إذا كان عنده موهبة حقيقية، لو ما عنده موهبة حقيقية ما بينجح. فالآن الامتحان بقى مبسط شوية، فأي طالب حتى لو عنده الحد المعقول من القدرات في الرسم بينجح في الامتحان. فبقت هي مساعدة، المادة في الثانوي بقت مساعدة لأنه الطالب ممكن يشيلها وينجح ويدخل اي كليه ثانيه، ممكن يدخل اي كليه ثانيه غير الكليه عندها علاقه بالفنون. لكن في كليات الفنون بالذات، خلينا نقول كليه الفنون او التربيه الفنيه، ما بتوفق فيها الا طالب عنده موهبه حقيقيه. هاي ولو قليله يعني، ايوه لازم يكون عنده موهبه حقيقيه، لانه كليه الفنون لازم تخرج فنان او مصمم في اي مجال التصميم، وكليه التربيه الفنيه تخرج استاذ يدرس مادة، لازم يكون عنده قدرات حقيقية. فما بينجح إذا ما كان عنده قدرات حقيقية في أي كلية عنده علاقة بالفنون. نعم. طيب يمكن هذا الأمر يحتاج لاستقصاء ودراسة من الوزارات، في يعني حتى لا يؤخذ الطالب في كليات عندها يعني أو تدرس التربية الفنية وطالب لا يملك الموهبة. إذن أستاذ محمد، المتابع والمتأمل في أعمالك التشكيلية يجد اهتمامك بالفقراء والكادحين أو المواطن في الشارع بمختلف يعني وظائفه، هل دائما ما تلفت انتباهك هذه اللوحات فتقوم برسمها في نفس اللحظة أو تتكون لديك الفكرة؟ طبعا ده خلينا نشير لمعرض شوارد مركز راشد دياب اللي حد الآن ما أشيرنا له يعني. طبعا المعرض ده هو معرض له تقريبا زي 12 يوم الآن، معرض مشترك بيني أنا ودكتور خالد حمزة إدريس، هو دكتور محاضر في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، والظهر من خلال هذه الأعمال معلومات الإشارات اللي قلتيها دي يعني وفي أنا أعمالي بالذات، لأنه أنا أعمالي أنا من هي تلوين بالألوان المائية واقعي، تلوين واقعي بالألوان المائية. طبعا أعمال دكتور خالد هي أعمال تجريدية أو خلينا نسميها حروفية، يعني هو ميال لزول أستاذ في قسم الخط، ميال لإنتاج الأعمال بواسطة الحرف العربي كعنصر أساسي في اللوحة هاي. فبالنسبة لي أنا وجود العناصر دي، الكادحين زي ما قلت في الأعمال الفنية، طبعا هو ده
موضوع مهم جدا يعني موضوع الكادحين ده يعني والكادحين شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع محتاجة الناس تقف عندها وتشير لها يعني وتعبر أي زول عنده وسيلة يعني المفروض يعبر عن حال الشريحة دي في المجتمع. وإحنا طبعا بالنسبة لنا الفن هو صحيح يعني الفن رسالته الأساسية الناحية الجمالية والتعبير عن الناحية الجمالية، لكن مهم جدا ايضا انه يكون الفن عنده رساله ثانيه انسانيه في انه يعكس واقع المجتمع، ظروف المواطن المختلفه. عشان كذا نحن انا بالذات حبيت في انه اعبر عن هذه الشريحه يعني من خلال الفن والفن البصري. والفن البصري طبعا اللغه بالنسبه لنا كلنا في الثقافه العامه معروف انه افضل وسيله لتوصيل الرساله هو لغه تخاطب كل المجتمعات بلغة واحدة اللي هي لغة الصورة، الفن البصري الصورة. عشان كده حبيت انه انا اوسر هذه الرسالة من خلال انتاج اعمالي بالالوان المائية. ما شاء الله، اذا كل التوفيق لك استاذ محمد. يمكن المعرض ذاته كان وجد متابعة كبيرة جدا من الاجانب والفضائيات العالمية اللي انت بتقيمه في مركز راشد دياب، يعني ما هي دلالات ذلك بالنسبه لك يعني وانت تتابع هذا الاقبال؟ والله هو طبعا زي ما قبل ذكرنا انه هو العالم الخارجي اهتمامهم بالفن التشكيلي او الفن التشكيلي بالتحديد سبقونا نحن في السودان، يعني عشان كده من الطبيعي تلقى اهتمام أجنبي، يعني بتلقى حضور الأجانب، بتلقى القنوات اللغات الأجنبية حاضرة في افتتاح معارض. وده ما بشكل بالنسبة لي أنا برأي، حتى بالنسبة لنا في السودان عموما، يعني إحنا كفنانين عايزين نعبر عن ثقافتنا، نحكس ثقافتنا للعالم الخارجي، وده طبعا ما بيتم إلا من خلال الوصول للعالمية من خلال الإعلام أو من خلال البعثات الدبلوماسية الأجنبية. فحضورهم بيمثل بالنسبة حتى للبلد عموما في معارض تشكيلية مهم جدا جدا بالنسبة لنا احنا طبعا ايضا كذلك احنا نفسنا كتشكيليين محتاجين لانه الزول ينتقل للعالمية عشان يكون عنده مساحات اوسع، وبرضه وجود اعلام خارجي بيشكل اهمية كبيرة جدا جدا بالنسبة للظهور الخارجي بالنسبة لنا. يمكن لعل اهم لوحة كانت ملفتة اكثر، أو هي كل لوحاتك ملفتة بالتأكيد، لكن لوحة قطار عبرة لديها وقع خاص. طبعا محطتها مهمة جدا جدا في الوقت الراهن بالنسبة لكل السودانيين، وهي أيقونة الثورة زي ما بيقولوا. فأنا والله يعني رغم أنه نحن ظروفنا طبعا صعبة جدا جدا، الزول بيشتغل عنده مهنة، ما فنانين متفرغين طبعا، يعني الزول عنده مهنة ثانية بيمارس التشكيل مهنة ثانية، يعني عنده مهنة أولى ومارس تشكيل كمهنة ثانية. فكان يا ريت لو لقيت في مساحة أكبر وسخت أكثر عن الثورة، فحبيت إنه أوسغ للثورة بأيقونة الثورة زي ما قلت القطار عطبرة، وفي أعمال ثانية لكن ما تعرضت، يعني إن شاء الله نعرضها في وقت آخر. لكن معروف بالنسبة لنا أصبح قطار عطبرة هو أيقونة الثورة ومحطة مهمة جدا جدا في تاريخ السودان الحديث والثورة. طيب أستاذ محمد، يمكن يعني من خلال تعاملكم عبر المعارض المختلفة أو الورش، ما فكرتوا أنتم كتشكيليين سودانيين إذا كان فترة الجامعة أو حتى فترة العمل أن تقيموا ورش ومنتديات خارج إطار ولاية الخرطوم، مثلا في الأرياف في الولايات المختلفة، لتلمس المواهب الخبيئة، يعني المواهب المدفونة في الولايات في الأرياف، وتشجيع على إنها تصهر كل إبداعات؟ والله شوف احنا الحاجات دي كلها هي موجوده في يعني في حساباتنا، لكن انت عارف البلد بتمر بوضع صعب جدا جدا، ونحن ذاته يعني ظروفنا صعبه جدا جدا، يعني هسه نحن معارضنا انتاج اعمالنا بنصرف عليها برانا، يعني رغم الظروف الصعبه، ومرات تبيع لوحه مرات ما تبيع، فبنعاني معاناه شديده جدا جدا، لكن خاتم في حساباتنا وبنتمنى انه طبعا تقام ورش داخل الخرطوم، يعني في موجوده منتشره. انا قبل شويه قلت لك الان في مراكز كثيره جدا محتاجه الاعلام يفتشها بالمناسبه، يعني ما معروفه للناس، مراكز كثيره جدا منتشره في الخرطوم دي بتقيم معارض يوميه بصفه دائمه. يعني نتمنى لكم كل التوفيق استاذ محمد خميس المصمم والملون التشكيلي، اضافاتك كانت ثرة جدا وتحدثنا فيها
عن أهمية الرسم ومدى استشفافكم أنتم كفنانين ووجودكم في البيئة السودانية المختلفة وعرضكم لها في معارضكم المختلفة. شكرا لك، كنت ضيف عزيز علينا في ظلال الأصيل اليوم. شكرا لك أستاذ محمد. تسلمي كثير وشكرا حياتي. مرة ثانية لكم ولقناة الشروق للفرصة دي. بس بحب أذكر يعني بس لو سمحت لي، المعرض بتاعنا في مركز راشد دياب معرض شوارد حيكون ختامه إن شاء الله يوم الخميس، وعايزين نعمل فيه جلسة يعني تسي بتكلمي عن جلسات الحوار والنقاش والورش. وبذكر أي زول قريب من مركز راشد دياب سامعنا الآن يوم الخميس يجينا إن شاء الله بعد المغرب. إذن مشاهدينا شكرا لعز الدين بهذه الأغنية. الموز الخاتم من كلفة لا قدر لرتوش غير حتة في الكفة سواء دلون حصيفي ولا هيت تشفى الناس دي كون حلوة حلا تهيب كفة وما بقدر. الله ليلي 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 يا ليلي ما نوبي عشرين كيلي ليلي ليلي يا ليلي نوبي عشرين كيلي نوبي في البنات محاسية فالتنجيل أنا بريد عجنة تتني عديل وما بقدر. الله ليلي ليل يا صفار الموز الخاتم كلها لا قدر لرتوش غير حتنا في الكفة سواد لون حظي في ولا هي تتشفى الناس دي بام حلوة حلاتها هي بكفة وما بقدر. الله ليلي 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 يا ليلي ما نوبي عشرين كيلي ليلي ليلي يا ليلي نوبي عشرين كيلي نوبي يا في البنات براحة فالتنجيل أنا بريد عجنة تنكتني عديل وما بقدر. الله ليلي ليلي سهرت للشمس بيتها ما هامت ومعيود الني مشتريه ما سامت في التلوم الناس حشاها ما تلامت عندير اشي قدروا انفتحت قامت في الدنيات الناس جدعت وقامت وما بقدر. الله ليلي 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 يا ليلي نوبي عشرين كيلي ليلي ليلي يا
الليل ما نوبي عشرين كيل نوبي في البنات فرحة فالتنجيل أنا بريد عجنة تبني عديل وما بكر الله ليل الليل سحرت الشمس فقيت ما حمد من عود الليل مشتري ما سامت كنت الوم الناس حشاها متلامت غير شي قدروا انفتحت قامت بتكون قيامة الناس جدعت وقامت قامت ما بقدر الله ليلي 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 يا ليل نوبي عشرين كيل ليلي ليلي يا ليل محاسي عشرين كيل نوبيا في البنات فرحة فالتسجيل أنا بريد عجنة كان كتبني عديل وما بقدر الله ليلنا ليل ليلي ليل يا ليل نوبيا عشرين كيل ليلي ليل يا ليل يا عشرين كيل نوبيا في البنات فرحة فالتسجيل أنا بريد عجنة كفتني عديل وما أهلا بكم مجددا مشاهدينا في ظلال الأصيل. اليوم انتقلنا من الريشة والتلوين إلى الموسيقى الحالمة. أهلا بك ضيفنا اليوم أيضا الأستاذ الفنان الخطيب الشفيع. أهلا بك أستاذ الخطيب, شرفتنا كثير في ظلال الأصيل ودارين نتعرف على بداياتك. أهلا بك, مرحب بكم ومساء جميل عليكم. سعيد مساء, إن شاء الله نقضي مع بعض أمسية طيبة ولطيفة إن شاء الله يا رب. أستاذ الشفيع, يمكن حابين نتعرف على بداياتك, متين بديت تغني واكتشفت في نفسك موهبة الغناء؟ والله من يعني نعومة أظافري وفي في في المراحل التعليمية الأولى ويعني إيد مرحلة عبر الدورات المدرسية ومشاركات الأحياء لحد ما جيت الجامعة وأجهزت صوتي في الإذاعة وأجهزت صوتي في المصنفات الفنية وامتدت المسيرة. نعم أستاذ الشفيع, البداية دائما هي ما تلفت الفنان لأنه لازم يعني يبدأ بالمسموع ولكن أيضا يفكر في إنتاج خاص به. يعني أكيد طبعا فكرت في بداياتك أنك تنتج شغل خاص. أكيد أنا يعني دي البدايات المعروفة, يعني كل الناس يعني بتبدأ بالمسموع, لكن يعني في ناس بيستكينوا للمسموع وفي ناس بيجتهدوا وبينتجوا أعمالهم الخاصة. نعم طيب أستاذ الشفيع, نحن هنبدأ بالمسموع طبعا. اول اغنيه حتغني لنا شو؟ نحن يعني الليل اول حلقه الليله كلها حنغني مسموع, لكن موعودين بليله ان شاء الله وبسهره مختلفه ان شاء الله يا رب. تفضل نسمع مع بعض. اخترت لنا شنو؟ حنسمع في ابنانك نعم الحقيبه. تفضل. نظر طيب يام دعب الغصن الرقيق في بنانات
بعدها تزهور زاد جماله نظر طيب يا تعب الغصن الرقيب. يا المنظرك للعين طيب تبدل الظلمات بنور وتبدل الأحزان سرور وإن شافك المرضى نطيب زاد جماله نظر طيب يا داعب الغصن الرقيب. دنت الثريا بقت قريب بين السلوك في تاني دور بعفتك صنت السفور والحسن والأصل النجيب زاد الجمال نظر طيب يام داعب الغصن الرقيب. دنت الثريا بقت قريب بين السلوك في تاني دور في ثانية كم سطعت بدور وأهلك نوع فريد زاد الجمال نظر طيب يام تعب الغصن الرقيب. تعجبني والشيء العجيب هادي وأليف ما كالنفور بعزتك صنت السفور والحسن والأصل النجيب زاد الجمال نظر طيب يا داعب الغصن الرقيب. في الروم يا حبيب راد النسيم حين المرور بقى أحلى من ساعة السرور وأدق من فهم اللبيب زاد جماله نظر طيب يا داعب الغصن الرقيب. أنا وإنت في الروض يا حبيب راق النسيم حين للمرور بقى أحلى من ساعة السرور وأدق من فهم اللبيب زاد جماله نظر طيب يا داعب الغصن الرقيب. ازدهى الزهور زاد الجمال
نضار طيب يا داعب الغصن الرطيب. في بنانك ازدهت الزهور زاد الجمال نضار طيب يا يا مداعب الغصن الرطيب. يمكن إجازة الصوت في لجنة إجازة الأصوات يعني ما حاجة بالنسبة لك سهلة، أكيد كانت حافز كبير. أيوة طبعا كانت يعني امتحان يعني مختلف، لكن يعني الحمد لله يعني قدرت يعني أتجاوزه كده بشكل كويس. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقك شفيع. يمكن مشاركاتك في مهرجان الأغنيات الدورة الثانية والثالثة يعني لها أثر كبير جدا في تكوين شخصيتك، يعني هذه المشاركات حدثنا عنها. هو طبعا المهرجانات يعني بتضيف لك الكثير. نعم. يعني على مستوى انتقائك للنصوص، على مستوى الألحان، على مستوى التنفيذ الموسيقي، وعلى مستوى الأداء ذاته. فيعني المهرجانات أضافت لي الكثير ويعني بتكسبك يعني ثقة أكبر، يعني معرفة أكثر، يعني بيخليك تجيف كثير في النصوص وفي الألحان. تجربتك في مشاركتك في مهرجان الشباب العربي والأفريقي يعني الغنائي كيف كانت، خاصة أنك التقيت بمختلف الشباب من أفريقيا وفي الوطن العربي أيضا؟ هو المهرجان كانت يعني منافساته هنا في السودان، كانت على ما أذكر في الإذاعة، وكان قائد الأوركسترا أستاذ محمد جوار، كانت بالنسبة لي مشاركة كبيرة جدا. يعني مشاركة فيها كمية بتاعت مغنيين، فيها كمية بتاعت ألحان، وحتى شكل الأوركسترا التنفيذ الموسيقي تنفيذ مختلف شديد. يعني أوركسترا ضخمة جدا والغنى ذاته كان منوت مكتوب، فكان يعني تجربة مختلفة واستفدت منها. أكيد استفدت منها كثير. طيب برضو عرفت أنك شاركت في مهرجان الشيخ زايد بالإمارات، أكيد المشاركة دي برضو كان لها إضافة في أنك تتعرف على الإبداع الخليجي بمختلف ألوانه. أكيد مهرجان الشيخ زايد كان العام الماضي في الإمارات، كان في أبوظبي، مهرجان ضخم جدا ويعني فيه كمية بتاع الدول عربية ودول أفريقية. الحمد لله يعني كانت المشاركة مختلفة ومميزة. يعني نحن الشعب السوداني مميزين بغنانا بألحاننا يعني رقصاتنا. فكان بالنسبة لي دي أول مشاركة في المهرجان ده، ويعني بس يعني من هنا بشكر كل الناس اللي أتاحوا لي مساحة المشاركة خلوصة وأريج، فكانت مشاركة مختلفة جدا مختلفة. طيب أستاذ الشفيع يعني أكيد أنت بتحضر لأنك تمضي للأمام يعني وليس بالغناء المسموح فقط، أكيد لديك الكلمات وبدأت تجهز في الألحان للظهور بشخصيتك المستقلة، يعني إذا أمكن ورينا هل أنت تنتج الآن أو تجهز لأغاني جديدة تطرحها في القريب عبر ألبوم أو عبر أغنية أغنيتين للمستمع؟ أنا عندي كان أول حفل أول لقاء جماهيري كان يوم 2/9 الماضي، قدمت فيه كمية بتاعت نماذج خاصة ومسموعة، والآن شغال في ألبوم اسمه أنسى الفكرة مع شركة البروف، أنا من هنا بحييهم، والألبوم حيرن قريب، وشغال في اغنيه اسمها وطني عوافي استاذنا يوسف لمين والحبيب فهد، وكميه بتاعت اعمال اطر النور. ممكن نسمع ولو جزء بسيط حتى لو منك، بس بسيط منها، من وطني عوافي. وطني عوافي وطني عوافي
دوام مليان بالخير متعافي، وطني عوافي، وطني عوافي، دوام مليان بالخير متعافي. فإن شاء الله إن شاء الله قريب نسمع. قريب. طيب حنديك الفرصة تانية تختار لنا من المسموع. كويس. حنسمع مع بعض يا مضفاير جود الرسل ونجي راجعين إن شاء الله. تفضل. يا مضفاير قوت الرسم واهتف فيك فليحيا الوطن، يا مضفاير قوت الرسم واهتف فيك فليحيا الوطن. أصواتا فوق الرقاب كالرصاص وكان بالحراب، البدور عند الله الثواب، البدور عند الله الثواب، اللي ضحي وياه بالعقاب، واهتف فيه فيحيى الوطن. ما بتشوف الذل والهوان مصدمانا وعقب امتهان، ما بتشوف الذل والهوان مصدمانا وعقب امتهان، غنمانا وحفاظ الأمان، غنمونا وحفظوا الأمان، بالنبابيك والخيزران، واهتف فيه فليحيى الوطن. انت غالية وهم رخصوك، انت سمحة وهم وسخوك،